تزلش فاهمني. لو عايز تجري زي فلاش كده تابع الفيديو لحد الاخر. في البدايه كده انت هتبدا تصور اكتر من مشهد وانت بتجري عشان تاخد منهم المشهد الاحسن. حاول تخلي فيه مسافه بتجري فيها عشان نعرف نحط تاثير فلاش بعد كده. وبعد ما نختار المشهد اللي عجبنا فيهم هنبدا ناخده ونحطه عشان نبدا شغل عليه. انا بس كان عندي مشكله صغيره ان الجزء الاولاني كان عاجبني في مشهد والجزء الثاني كان عاجبني في مشهد ثاني خالص. فاضطريت ان انا اجيب المشهدين واحاول اظبطهم بحيث انها ما تبانش وتبقى كانها نفس المشهد بالظبط. انت مش هتضطر تعمل الحته دي الا لو وقعت في نفس المشكله دي بس. وطبعا لان دول مشهدين مختلفين فالوانهم كانت مختلفه فاضطريت ان انا اعمل كلر كوركشن عشان المشهدين يبقوا بنفس التون وما يكونش فيه اختلاف في الالوان بينهم. بعد ما ظبطنا المشهد بتاعنا تعالوا نبدا شغل عليه. هنبدا نقص المقطع ده لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني وانت بتقوم والجزء الثاني وانت بتمشي في النص لحد ما توصل المكان اللي انت عايز توصل له والجزء الثالث وانت بتحاول تقعد او بتحاول تقف. وهقول لكم ليه احنا عملنا الحركه دي دلوقتي. تعالوا بقى بينا نبدا نسرع كل مقطع من المقاطع الثلاثه اللي احنا قصناها عن طريق ان انت هتحدد المقطع اللي انت عايزه وتتك كليك يمين سبيد اند ديوريشن. في الحاله دي احنا هنسرع اول مقطع 300% وبعدين هننزل لتايم انتربوليشن وهنغيرها لفريم بليندنج. ده بيدي بلور كده للصوره وانت بتتحرك عشان تبان كانك فلاش بجد. بعد كده تتك اوكي. تعالوا بينا نخش بقى على ثاني مقطع وده اللي هنسرعه 500% وهنعمل برده فريم بليندنج. والمقطع الثالث او الاخير هنسرعه 200% وده لان بكل بساطه احنا عايزين ندي احساس ان احنا بدانا نجري في الاول فاحنا ما كناش اسرع حاجه وبعد كده في النص بقينا اسرع حاجه وفي الاخر خالص واحنا بنحاول نقف السرعه بدات تقل. مش اي حد ممكن يقولك على الحته دي بس فعلا هتفرق جامد وهتشوفه بعد شويه. وبعد كده هنبدا نقلل اصوات المقاطع اللي احنا سرعناها عن طريق ان انت هتحددهم وبعد كده تتك كليك يمين اوديو جين وبعدين هتصغرهم لسالب 4 او سالب 8 براحتك يعني حسب صوت المقطع عندك. بعد كده بقى تعالوا نبدا نحط الاصوات بتاعت افكت فلاش اللي احنا هنحطوه بعد شويه. هسيب لكم اللينكات دي درايف هتلاقوا الرابط بتاعهم في الديسكربشن. مقطع الصوت ده طويل جدا تبدا تقص منه ثلاث اجزاء، اي ثلاث اجزاء انت شايفهم مناسبين. انا مثلا هقص الثلاث اجزاء دول وهبدا اخدهم واحطهم تحت الثلاث اجزاء بتوع الفيديو وانا بجري. زي ما قلت لكم الموضوع بيعتمد على السنس شويه. فبعد ما انا حطيتهم اكتشفت ان ثلاث اصوات مختلفين مش هيبقوا مناسبين فقررت ان انا اخلي الثلاث اصوات دول صوت واحد بس واشيل الاثنين التانيين. بس عملت تركيه صغيره وهو ان جبت صوت صاعق كهربا انا اللي كنت قصه عندي، هسيب لكم برده الرابط بتاعه في الديسكربشن، حطيته في اول الفيديو بتاع الجري ووطيت صوته بحيث ان يبان كان في لسعه كده او كان في حاجه حصلت في الاول عشان يبقى الموضوع مختلف في الاول. تعالوا بينا بقى نحط افكتات فلاش اللي هسيب لكم برده الرابط بتاعها في الديسكربشن. اول ما هتبدا تستخدم المقاطع دي في البدايه هتلاقي ان لونها اسود مغطيه لك الشاشه، بس انت هتشيل اللون الاسود ده عن طريق ان انت تتك على الفيديو وبعدين تروح لافكت كنترولز اوباسيتي عند بليند مود هتخليه لايتن عشان يبدا اي حته سودا في الفيديو ده تختفي وما يبقاش غير بقيه الالوان اللي هو الافكت بتاعنا. هنعمل نفس الحركه برده مع الافكت الثاني ونغير البليند مود للايتن. تعالوا اوريكم بقى هنعمل ايه في كل افكت. في البدايه كده الافكت الطويل اللي بيجري معاك هتبدا تظبطه بحيث انه يبقى ماشي من النقطه اللي انت بدات فيها لحد النقطه اللي انت هتقف عندها. لا ومش كده بس، بل انت ممكن تخش تعمل ماسكينج فتخلي الافكت كده على شكل مثلث في البدايه كانه جاي من بعيد لقريب. ده لو انت حابب يعني، لو مش حابب تعملها عادي جدا مش هتبان. وبعدين هتخلي الماسك فيذر على 70 او 100 بحيث ان الحواف ما تبقاش حاده قوي في القصه بتاعتك. وبعد ما ظبطناها تعالوا بينا نظهر الافكت التاني ونبدا نشتغل عليه. بكل بساطه كده الافكت التاني وظيفته ان انت تدي انطباع ان انت كلك كده بتطلع كهرباء، فانت بالكي فريمنج هتخلي الافكت ده يتتبعك، يفضل يمشي معاك من اول نقطه لحد اخر نقطه، وهتعملوا ده عن طريق ان انتوا هتتكوا على اللاير بتاعت الافكت، افكت كنترولز، هتتكوا على علامه التايمر اللي جنب بوزيشن وسكيل، وتمشوا فريم باي فريم من اول نقطه بدات تجري فيها لحد اخر نقطه. بعد كده بشويه كلر كوركشن هنبدا نظبطه الالوان. دي حاجه هتعتمد على ظروف الاضاءه بتاعتك والتصوير بتاعك كان عامل ازاي. وزي ما شفت كده ممكن عشان حبه ثواني فيديو ياخد مني ساعات شغل. فاتمنى لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتش. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بقى عامل ازاي دلوقتي. ازيك شباب عاملين ايه؟ عارف ان الدخله جامده جدا. انا محمد ودي قناتي، عندي 22 سنه 5 كليه صيدله، قناتي اسمها اي تك، بقدم فيها محتوى جيمنج هتلاقوني بلعب العاب كتير جدا. واللي هم من الجيمنج عندي هو المحتوى التقني لاني براجع كيبوردات كتير جدا وشاشات وبرامج وبحل مشاكل كتير جدا ممكن توجعك في يوم لما تستخدم الكمبيوتر او اي حاجه. اهم حاجه عندي من ساعه ما دخلت يوتيوب ان انا اقدم احسن حاجه باحسن شكل، حتى لو الدقيقه ممكن تاخد معايا 3 او 4 ايام مونتاج ما عنديش مشكله خالص، اهم حاجه ان اطلع حاجة.